هذا أول فيديو إلي على اليوتيوب، راح أكون جداً عفوي معاكم وأكون على طبيعتي، وراح أحاول ما أعمل كت أخذت مثل هلأ، حخلي الأغلاط كلها تكون موجودة. أنا اسمي أسامة قاق وبدي أصير أعمل محتوى. شو المحتوى؟ أنا راح أحكي لكم، ما بعرف شو المحتوى لسه، ما بعرف. خليني أحكي لكم القصة لإني حدخل على اليوتيوب من البداية. أنا فعلياً قبل ما أحكي لكم، لا خليني أحكي لكم شغلة. استنوا شوي، لسه جديد على تيك توك. شو ليه ما بحكي؟ انا صانع محتوى موجود على تيك توك، عندي تقريبا هلا هالكم يوم راح اوصل ال 100,000. فقررت اني ادخل بمجال اليوتيوب، وطبعا ما انه هي اول مره فعليا انا حدخل على مجال اليوتيوب. انا دخلت قبل بس كان جدا الدعم ضعيف و حسيت اتس يوزلس صراحة. يمكن كان محتوي جدا سخيف وتافه، ويمكن ما زال تافه بس ما بعرف، يمكن. فقررت اني هلا ادخل اكثر واركز فيه واخليه عن جد هو يعني شغلتي الاصلية. شو الاصلية؟ شو الاصلية؟ شو هاي الكلمة من وين؟ خلي شغلي الاصلي وشغلي الاساسي. انا حاليا بشتغل بمكان يعتبر جدا كويس، ممتاز ممتاز فعليا، هو الراتب فيه حلو ممتاز كمان، بس بدي استقيل منه. نعم بدي استقيل منه، بدي اخلي عندي وقت لحالي مشان اقدر انا اقعد بيني وبين حالي، على الاقل اعرف شو بدي انزل محتوى، يكون عندي وقت الي امنتج، اقدر اعمل شيء، اقدر احكي معاكم على الكاميرا، اقدر كمان اقل ما فيه اهتم بحالي انا. يعني انا قبل اذا شفتوا صوري بالانستغرام يعني كان جسمي دائما عضلات و سيكس باك وكل شيء، بس يعني صار عندي وحده، الباقي ما بعرف وين راحوا. خليني افرجيكم، هي 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 اللي ضلت بس. فانه لا يعني خلص هيك حسيت في شيء غلط بالموضوع، فبدي اركز على حالي اكثر واركز على اليوتيوب اكثر. وان شاء الله يكون يعني انه البدايه هي يكون فيها دعم، مو شرط من هذا الفيديو. كنا عم نحكي على الكرش. ايه خليني احكي لكم السبب الثاني اللي خلاني اني استقيل خلوني احكي لكم السبب الثاني اللي حيخليني استقيل. يمكن يعني اذا هذا الفيديو جاب، ليه نطمح لو جاب كم يجيب؟ حط 20,000. اوكي نبدا ب 20,000. لو جاب 20,000 بكرة بفرجيكم، بصور فيديو وأنا بالشغل عم بقدم استقالتي، بفرجيكم يا دايركت. بس هو أنا حاطط فعليا أنه خلال شهر أو شهرين أكون طالع، لحتى أنه يعني أخذ راتب راتبين أحطهم بجيبي وأبدأ أشتغل على اليوتيوب، أمشي حالي بالراتب اللي معي لحتى ما إن شاء الله الله يفتح علي، يمكن أشتغل لي شي فريلانس، يمكن إن شاء الله نوصل على اليوتيوب بأسرع، لأني أنا حاطط بمخي من خلال 6 شهور أو 7 شهور يصير عندي 100,000 متابع، ويمكن اليوتيوب يصير دخلنا مبلغ مو كويس، يعني يمشي حال على الأقل يصير. وبس يصير هالشي خلص نضل على اليوتيوب، يعني ما بعرف. المهم بس لو جاب هذا الفيديو 20,000 بالبداية، تاني يوم راح أصور لكم وأنا عم بقدم استقالتي. وبس يعني إيه اللي خلاني كمان إني بدي أستقيل. أنا حالياً بشتغل بمكان، وهذا المكان أنا عم بعمل فيه فيديوهات، بعمل المونتاج للفيديوهات وبصور أحياناً. فكل ما نعمل المونتاج للفيديو وصاحب الفيديو ينزله بصير عنده ملايين من المشاهدات، عم بيدخل مصاري كتير وعم بيصير غني من وراي أنا واللي معي. يعني شو أفهمك؟ بتحس حالك يعني قاعد بعبودية للحظة؟ لا مو عبودية، حرام نحكي لك. تحس حالك ما بعرف، بس انت عم تتعب وعم بيطلع عم بيطلع عم بيطلع. هلا مره يعني من المرات كثير سمعت هالكلام، انا كنت اسمع واطنش خلاص يعني بالبدايه، انه خلاص واحد اول ما يبدا يعني يتخرج من الجامعه بده يشتغل عادي، وهو هالشيء لازم تعملوه مشان تكون شخصيتك، تكون حالك، تاخذ تكتسب مهارات. ف اخر فتره صرت احس بهالشيء، انه لايمتى اسامه رح تضل تعمل هالشيء؟ لايمتى رح تضل تشتغل عند حدا وتتعب وتفيق الصبح وعلى هذا الروتين البشع؟ يعني خلاص بدي انا اكون حالي واعيش عيشتي اللي انا بدي اياها، افيق امتى ما بدي، انام امتى ما بدي، احكي معكم امتى ما بدي كمان.
قررت اخذ هذا فاتخذت قراري انه بدي اطلع واكون يوتيوب شو اكون. فاتخذت قراري انه خلص اسامه استقيل ولازم يعني انه هي اللي حامله انا بالنسبه لي تضحيه يعني هذا رزقي من هون عم بيجيني فانا راح اتركه وابدا معاكم وان شاء الله هي تكون البدايه بدايه خير مع بعض. فما بعرف شو بدي احكي. خلص لعندهم يمكن يكون مو لعندهم خلص لعندهم خلص الفيديو يلا بشوفكم مره ثانيه.